أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في بوابة أخبار اليوم مع كلام مبروك، سائلا الله في بداية هذا اللقاء وفي كل لقاء أن يوفقنا إلى الحق وأن يهدي قلوبنا إليه وأن يشرح صدورنا نحوه وأن يلزمنا إياه وأن يري إياه الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. السؤال المحوري المهم اللي بيتكرر كثير جدا، العلاقة بين القضاء والدعاء، هل الدعاء يرد شيئا من قضاء الله تعالى؟ بداية أقول الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه، هذا هو الدعاء، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تجاوز عني، يا رب اجعلني من المفلحين، يا رب تقبل عني أحسن من عمل، يا رب تجاوز عن سيئاتي، يا رب أسألك حظ الدنيا وحظ الآخرة. الله تبارك وتعالى يقول، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدعاء ليس للآخرة فقط وليس للدنيا فقط، لما المعادلة هي الجمع بين حسنتي الدنيا والآخرة. حسنة الدنيا كل ما يجعل الدنيا حسنة من مال وجيرة وزواج وأبناء ووظيفة وأشياء كثيرة جدا غير اللي احنا قلناها. الدعاء يرد القضاء، ورد بهذا حديث صحيح، الدعاء والقضاء، والقضاء يتصارعان في السماء أو يلتقيان فيغلب الدعاء القضاء. لكن عايز أقول نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا هي زي ما يجي والرزق مكتوب. هو حد جاب الكتاب وفرجك عليه؟ يعني حد وانت نايم أو وانت صاحي قال لك مكتوب لك 500 5000 5 مليون؟ يعني انت مال أهلك ومال المكتوب نفسك، انت مالك ومال القضاء نفسك، انت نفسك تتشفى في قضاء الله وقدره. والقضاء والقدر من حيثيات الإيمان بالله. القضاء والقدر، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء ما كتبه الله، والقدر إذا وقع. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء يصارع القدر، القدر لا يمكن أن يكون قدرا إلا إذا وقع. أما القضاء فهو الكتابة، كتب الله إن فلان يبتلى بسبب كذا وكذا وكذا وكذا، هذا لا يمكن أن يسمى قدرا إلا إذا ابتلي فلان بالفعل. في الطريق إلى الابتلاء يأتي الدعاء، فينجح الدعاء إذا كان دعاء مستجابا. أنت ليه مغرم بحكاية القضاء والقضاء القضاء القضاء؟ مالك ومال القضاء؟ يقضي الله ما يشاء. وبعدين ما هو قضى يعني كتب، وكتب عليك انت أقضية، لم تجعلها قدرك. لماذا لم تجعلها قدرك؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وانت عبدت الخرز الزرق والعين والحسد وما الأمر على الباب، وبالوالدين إحسانا، وانت طلعتوا عين أهاليك. ما هو قضى دي، ما هو قضى قضاء، هي قضى مصدرها ايه في اللغة العربية؟ قضى قضاء. لا انت عايز قضى قضاء يعني يا بلوة كبيرة مسيحة، يا قضى قضاء 30,000 مليون دولار، ما انتش فاهم يعني ايه قضاء. قضاء يعني مكتوب. لما تقرا سوره اسمها الرعد هتلاقي كلام ربنا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب، يقضي ويغير هو ذات ما كتبه. انت مالك، انت مالك؟ انت بتقرا قران عربي يقول لك ان ربنا بيمحو ويثبت، يمحو استيكا ديليت، يمحو من تلقاء ذاته بدون دعاء ويمحو بدعاء. لان ايه ثمره الدعاء اذا كانوا مش هيغير حاجه؟ العبارات اللي احنا اتولدنا عليها بتاع المكتوب مكتوب وعجبين وتشوفوا العين وتشوفوا الودن، كلام الفارغ ده كله كلام بعيد عن الفقه. لله امره وشانه، وكل يوم هو في شان، يغني كما قال الجمل على اليمين قبل الاخر باربع اسطر في تفسيرها، قال كل يوم هو في شان، يغني أناسا ويفقر آخرين، ويشفي أناسا ويمرض آخرين، كل يوم هو في شأن. مالك أنت ومال شأن ربنا؟ عليه رقيب ولا أنت اللي جعلته رقيب عليك؟ هو الرقيب، لكن لا رقيب عليه. حتى نلتقي في لقاء قريب، أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وأرجو لكم الخير كله، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.